حياتي من عند الله، وهو قادر أن يأخذها متى يشاء. حفظ الأخ توما الكبوشي بقلبه مثل العذراء مريم كلمات معلم يسوع: لا تخافوا ممن يقتلون الجسد ولا يستطيعون بعد ذلك شيئا. كان عارف بصميم صميم قلبه إنه حياته أمانة ونعمة من الرب. كرمل هيك كرس حياته كلها بهدف تمجيد يسوع. كان يرغب مثل القديس بولس والقديس فرانسيس الأسيزي إنه يكون مع المسيح بملكوته السماوي. أعطينا يا يسوع بشفاعة الشهيد الطباوي الأخ توما الكبوشي نعرف كيف نتقدس بحياتنا اليومية نحن وعم نقدم لك إياها يوم بعد يوم بالأعمال الصالحة. آمين. مثلك يا توما علمنا أسمى معك محبك إنه باللحظات الصالحة.